اليوم بتحدي هيد تو هيد في معنا سيارتين سوبر رياضيه واثنيناتهم بيجوا من امريكا. انا بعتبرهم يمكن سوبر كارز تبع امريكا، الدوج فايبر الاي سي ار. هالسياره هيدي بمحركها الفي 10 بتولد تقريبا 600 حصان. ضد رح يكون مقابلها شيفرولي كورفيت زد او 6، عم نحكي كمان 650 حصان. سيارتين معمولين خصيصا لينسقوا على الحلبات. طبعا الدوج فايبر حلبات اكثر من سواقه لكل يوم، بخبرونا انه السياره منا كثير يمكن عمليه لكل يوم خصوصا بالعجقه وعلى الاشارات وغيرها، بينما الشيفرولي الكورفيت سياره معموله حتى تكون سوبر رياضيه على الحلبات ونفس الوقت نقدر نتمتع بقيادتها داخل المدينه. رح نعمل نحن تحدي كان سلالوم بيناتهم، نشوف الفرق اي سياره فيها هاندلينج او تماسك اكثر. رح نعمل كمان التوقف من سرعة 100 كيلومتر بالساعة لتوقف تام، نشوف نظام الفرملة تبع كل السيارتين أيها أحسن. طبعاً في عنا كمان هوت لاب رح نقوم فيه على الحلبة ونشوف أي سيارة أسرع. بداية رح نبلش بالكورفيت زد او 6، بذكركم انه هيدي سي 7 ار، ار يعني ريسينج، ونحن كلنا بنعرف ان كان بسباقات لوما او غيرها على الحلبات بالعالم قديه الكورفيت ربحانة كسيت بالفئة تبعها. طبعا هالسيارة ريسينج أكتر من شيء تاني، بس أنا مثل ما شايف أنه من داخليتها للسيارة من عوامل الراحة اللي فيها أنه كمان بتنسق لكل يوم وفيها العضلات هول منعوزهم وقتا نستعملهم على الحلبات. رح بلش هلأ مع سلالوم. طبعا احنا مجرد نحكي في 8 انجن مع سوبر تشارج 650 حصان، قد يكون في عنا شوية دريفت بالسيارة، بس هيدا وكله يعني عم بقدر شوف أنا كيف عم بقدر غير باتجاهها للسيارة مثل ما أنا بدي. انتقلنا للفايبر هلأ مع لونها المميز اللي اسمه سنيك سكين جرين، اللي هي في منا بس صنع 30 سيارة مع هيدا اللون الأخضر الحلو. بذكركم نحن منا محرك في 10 10 اسطوانات، الباور بتولد 600 حصان من دون اي سوبر تشارج ولا اي توربو تشارج، ناتشرال اسبريتد عم نحكي نحن الانجن، والتورك تبعها بحدود ال 760 نيوتن متر. طبعا هيك سياره مثل ما قلنا نحن هي صنعت خصيصا للحلبات، يعني اذا بتشوفوا معي ما في راديو ما في سبيكرز، ما عندي عوامل الراحه وعوامل يمكن السلامه الزايده او انه سياره حتى تساعدني حتى اسوقها كل يوم بالمدينه، معموله خصيصا للحلبات. طبعا دائما بيجي فيها دوليب سامسك لانه بحاجه لتماسك كثير كبير، ومثل ما انتم بتشوفوا او بتحسوا انه مقدمه الفايبر دائما هي طويله، هذا الشيء رح يكون صعب لإلي انا بهالسلالوم هيدا رح اعمله حتى نشوف تماسك السياره. طبعا التجاوب تبع المحرك لانه عم نحكي نحن 10 اسطوانات، هذا بيرجع بيساعدني انه عود يمكن زاويه الدخول اللي انا عم بكون فيها شوي بطيء، وبتعطيني يمكن خروج اسرع من المنعطف، بس دائما الدخول بقلب المنعطف عم بكون صعب. كرمال هيك بدي احاول يمكن نستعمل هالهاند بريك اللي عندنا اياه، مثل ما شفنا اكيد ساعدني. دائما بيوقظني الهاند بريك. هلا صار وقت نشوف التوقف التام من سرعه 100 كيلومتر بالساعه، ورح بلش هلا بالفايبر. يعني انا ما كنت متخيل انه بهالسرعه رح نوقف، لانه بعتقد تخطيت سرعه ال 100 كيلومتر بالساعه. صوتها للسيارة مع الجير ريشيو هو كتير طويل، ما حسيت انه انا عامل 100، كانت عاملة أكثر من 100، والرغم هيدا كله قدرنا نتوقف ب 28 متر على التمام. اوف كتير قريبة، بس مثل ما أنا شايف هون واضحة عندي فايبر وقفت قبل الكورفيت. مع انه السرعه هي ذاتها، مع انه الوزن كثير قريب على بعضه، عم نحكي نحن يمكن فرق 20 او 30 كيلو مش اكثر من هيك، بس هيدا وكله اخذتنا تقريبا 60 سم لحتى
تتوقف الكورفت أكثر من الدوج فايبر. بضل في عنا هلا التحدي الأكبر لحتى نعرف مين أسرع من تاني بالهوت لاب على الحلبة. بدنا ننتبه لمقدمة السيارة طبعاً، لأنه مثل ما عم نحكي على الدوليب السامي ستيك بدأ وقت لحتى يحمو، وهذا اللي عم بصير هلا. الحلو فيها دائما الكورفت انه الجير الاول فيها الريشيو يعني طويل، ماني بضطر هون بين منعطف ومنعطف اني حتى غير جير. هيدي مقدمة السيارة عم نحكي. بلش عم حس انه الدوليب عم بيتجاوب معي اكثر. اوتوماتيك الجير تبعها، لانه ما عم بضطر الا غير كنت مره واحده بس، اللي هي هلا حط جير ثاني. وبعدين وصلنا على تقريبا نهايه هاللفتين لحتى نشوف وقت الكورفت اللي بعدها لهلا عم بتصعب لي حياتي انا وعم بدخل بقلب منعطف. شفنا انه من انطلاقتها السياره عم بتقلي ما بدي روح بالعرض اعمل دريفت، عم تتوقف معي بسرعه كثير حلوه. صعب شوي. هيدا عم بتفيدني شوية وقت اللي هو الدخول بالمنعطف انا وطالع هلا. كمان بدها جهد الفايبر كتير كبير، وبالتحديد انه بالدخول بالمنعطف، بس اللي حسيته انا خروجي بالمنعطف بالفايبر بدها باور. بعتقد بالخروج من المنعطف عندها كان ادفانتج، نحن في تقدم للكورفت لانه نحن بنعرف انه محركها في 8 مع سوبر تشارج. هيدا هون كمان بعتقد لعب دور كتير مهم. تحدي مثير جدا، يعني انا من عندي كثير تضايقت لانه مقدمه السيارتين خصوصي بالفاينل لاب ما كان في عندي تماسك فيهم. شفنا نحن انه كان تعادل بيناتهم قبل الهوت لاب، 1-0 كان للكورفيت بالسلالوم، رجعنا 1-1 صار متعادلين اثنيناتهم. بعد عملنا نظام الفرملة وشفنا انه كيف فايبر فيها نظام فرملة بعد احسن من الكورفيت. للهوت لاب شفتوني تعذبت باثنين، دقيقة 27 ثانية على قد بالكورفت، دقيقة 27 ثانية ونص بالفايبر، يعني هذا الشيء بيعطي تقدم للكورفت بنص ثانية بس عن هالدوج فايبر. بس بأكد لكم على حلبات مثل حلبة نوربرغرينغ أو غيرها طبعاً الفايبر هونيك بتعطينا قيمتها المضبوطة وبتفرجينا سرعتها على التراك.